حدر قمر هاشم على جيش العدا وصا رمح المنية وصار ما بتار لا جاء مثل الصواعق من حدر تسمع رعيده متبختر مكيف ملاقى الموت عيده حتف القضب سيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافت اهوى شعت جبينه وصار ما تخطف الابصار ومن صولته ذاك الجمع مثل الرحيتها فاضت طفوف الغاضرية وصاحت بس امتليت غمد البتارك يا سردا لعيون المسامي من ظهور الخيل شلا كم حيف مدرع خطف والعسكر تضعضع كل ما تراكم غيمهم نور يتشعشع فرت وحتف الموت يلقط ويلا جاء فرت وجنح عليها نافخ الصوت تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفوق وتذكر سكينه واخوها وللنهار ما يلا وياي لا تبقى ساكت خاض الماي بس هيا سب ترس جفه يراوي عطش تذكر لان اخوه حسين باع ذبي الماي من شفه وتحت يحاكي النفس يا نفسي تهونين وكل الناس تغدي فدوى الحسين اجركم الله اقترف غرفه بيمينه أدناها من فمه وإذا به يرى قلب الحسين يرى الحسين وقلب الحسين الظامئ يرى صورة عبد الله الرضيع ولذلك رمى الماء من يده وصاح يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين هيهات ما ذي فعال دين ولا فعال صادق اليقين ملأ القربة وضعها على كتفه خرج قاصدا المخيم أجركم الله فصاح ابن سعد ويحكم لا يصل العباس بالقربة إلى المخيم فاحتوشوه من كل صوب ومكان فكر فيهم أبو الفضل كالليث الغضبان وهو يرتجز ويقول إني أنا العباس أغدو بالسكس ولا أخاف الموت يوم الملتقى روحي لصبط المصطفى الطهري وقى أجركم الله فضج الناس من شدة بأسه تزلزلت كربلاء ما جت كموجان السفينة فبينما هو يقاتل يا الله شوف من أوصل إلى هذا المقطع مقطع قطع اليد لا تبقى جالس على الأرض في الزنادي الله أكبر أجركم الله صبغ الأرض بدماء الأعداء ضج
الناس من كثرة القتلى، فبينما هو يقاتل إذ كمن له يزيد بن الرقاد الجهني من خلف نخلة فضربه بالسيف على يمينه. ألا من مناد وعباسا وحسينا أخذ السيف بشماله نادى والله إن قطعتم يمين إني أحامي أبدا عن دين وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. فبينما هو يقاتل إذ كمن له حكيم بن الطفيل من خلف نخله فأهوى بالسيف على يساره. هاجركم الله، أحسن الله لكم العزاء يا أحباب الحسين. في نقل أخذ السيف بأسنانه فبينما هو كذلك ولم يكن له هم إلا إيصال الماء إلى المخيم، وإذا بالسهام جاءته كرش المطر فوقع سهم في القربة فأريق ماء، وإذا بسهم آخر جاءه ووقع في عينه فبقي العباس متحيرا كأني به أخذ ينادي يا اختي يا زينب قطعة وشمال ويمين دارت علي صفوف لا تترقبي يا اختي يا زينب قطعة وشمال ويمين دارت علي صفوف لا تترقبي وإن كان طحت على الثرى اللي يسكن منكم يا خي أيست للخيام معو جفوفي تراه تقطعت وتمزقت والسيف ما ينشال يا زينب بلا زنود والطير ما يطير وجناحه كاسرينه. أي رحم الله من نادى وعباسا. أجركم الله، هذا المقطع صعب يا فرج الله. سيدتي ومولاتي يا فاطمة اعذرين على قراءة هذا المقطع. السهم نابت في عينه ولا يمن ولا يسرى فكيف يستخرج السهم؟ يقول الراوي انحنى على السيف وضعه بين ركبتيه ليستخرجه فجاءه ملعون بعمد من خلفه وأهوى بالسيف على هامته. أي رحم الله من نادى وعباسا. أي رحم الله من نادى وحسينا. فانقض الحسين كالصقر المنقض على فريسته وهو ينادي أخي عباس يا ابن والدي عباس. حتى وصل إلى مصرعه ألا من مناد وحسينا.
أجركم الله يا أحباب الحسين. هذه أصعب ساعة مرت على أبي عبد الله، وقف على جسد أخيه صاح الآن انكسر، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي. لما رجع إلى المخيم استقبلته العزيزة زينب، زينب تباوع للحسين، تشوفه محني الله ويصفق كفا على كف، نادت نادت يا حسين تمشي وتصف جراح، لا يكون شيء للعلم طاح، يا حسين تمشي وتصف جراح، يا حسين تمشي وتصفي جراح، لا يكون شيء للعلم راح، يا حسين تمشي وتصفي جراح، لا يكون شيء للعلم راح، يا حسين تمشي. يا حسين تمشي وتصفي جراح، لا يكون شيء ساق العطاشة راح ميعور، طاح العلم وتمزق الجور، جبته ولقيته على جيته ولقيته على الثرى يجور، صاح العدو بعضاه فروق، عينه بسهم والراس بعمود، عفت على المسنات ممدود، كل زيند يا عزيزة بكتر راح، راعي العلم طاح، يا حسين تمشي وتصفي جراح، يا حسين تمشي وتصفي جراح، صاحت يا علم الشوم ويله، لو قلت آهش ينفع الآه، لحد يا سردال فقدنا، يا حسين كيف تريد بليا، ما جبت الخيم شفناه، نغسل نغسل فيض دموع ندمة، راعي العدو راح العدو شامت ومرتاح، راعي العلم طاح، يا حسين قالها وعبرات سكيبة، لا تهيجي وجد المصيبة، والله يا زينب رد تجيبه، وامتنع جيدوم الحريبة، بن والدك طيب حليبة، مخجل من سكينة أدريبة، خلها تصب الدمع سفاح، راعي العلم طاح، يا حسين تمشي وين الجفة يا سردال الحرب، وين الجفة دمك صوب، وين الجفة يا سردال الحرب، وين الجفة دمك صوب، من زنودك يا صب، وين الجفن، وين الجفن يا سردال الحرب، وين الجفن دمك صب، من زنودك يا صب، وين الجفن.
هالعجب منك يا شايل رايتي وساق العطاشة، فتت يا حيد الشريعة وطيحت مفتوت الحشاشة، غارقة بدمك خدودك واني بالجسمك فراشة، نخيت حسين يا شيال العالم، هاي انا حسين اصلي بالعين بانشتك يا شام، وين الجفين وين الجفين يا سلطان الحرب، وين الجفين لما تصوت من سلولك يصوت، وين الجفين ليش ما رويت قلبك يوم طويت الشريعة، وفي وفي ومخلص قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة، شلون عباس تروى وينسى بوسكنا ورضيعة، طفلك يا حسين شاعب نبونته، طفلك يا حسين وين ارجع وين واروي موجته، وين الجفين وين راد يفتح حين عيونه والدمع جامد عليها، تحسر وهلت دموعه وغسل دم العين بيها، وقال يا خويا الوديع بجاه ابونا من تجيها، تعذر لي زين يا خويا بطيحتي تعذر لي زين، تعذر لي زين يا خويا بطيحتي تعذر لي زين، ما لي يدين داعاين حالتي، وين الجفين وين سيف احدم عوصفك شفه وظل على عضيديتي لوا، وقال خلي على الشريعة جثتك ما يمروا، أرد أشيلك للوديعة ونقضي حقوق الأخوة، وبدمع العين لا غسل ضربتك يا نور العين، يسراك منين اجيب يمنتك، وين الجفين وين الجفين قام راجع لي المخيم والحرم ترقب مجية، والمراضع بشرت رضعانها بقطرة مية، ولاح ليها حسين وحده وقلطت للهاشمية، سردالك وين تقل طيحته والبيرق وين، قالها تنشدين عن خي ورايته، وين الجفين وين الجفين يا سردال الحرم، وين الجفين دمك صافين من زلولك يصاب، وين الجفين
شلون يا ابن امي تقل ما جبت عباس لنا اول وتالي يا اخويا الماي صارك شرع علينا حيف يا شايل حملنا والفضل راح من ايدينا قالها اشتحشين كفيلك هامته صارت نصي طرق الزندين يا زينب نادته وين الكفين وين الكفين يا سردال دمك صوبي يقول واقبلك زينب تنادي يا كفيل ايش هالخبر صاحنا لا تنشديني صاحب الراي انطبى وانهتك يا مخدره سترج وانا ظهري